معقول نزار هيك عنا؟ تصور ليكون متخانق مع اسعد ولا بيعرفوا. يمكن شو تفسيره؟ بدها تفسيرات. نزار مثل اي شبشب. اذا كان هذا الشيء غلط ليش هو عم يرضى يعمله؟ هاي واتس رونج؟ شو في؟ شو عملت مع هالة؟ هالة بعرف هالة اختك، بس ليش عملت معها هيك؟ بدك اياني شوف زلمه عم بوصل على البيت مسكو؟ اولا اسعد وهالة كانوا عم بيوصلوني الي كمساعدة، لأنه في واحد تغالظ علي، بس هاد ما عاد مهم. المهم إنك بدك تطلع مع بنات الناس وترتب شلة حواليك، تعمل حفلات رقص، تربي لي دقنك مثل الهيبي، تمنع أختك يوصلها زميل بساعة شدة، ما بتقبل تتحرك إلا من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة؟ طبعا. طيب وبلكي حدا من زملاء عجب؟ إذا بشوفها عم تمشي معه بكسر إجرا، بده إياها بيجي بيخطبها من بابي. وين ممكن تحكي معي بالعربي؟ شو بدك زعلتي؟ أنا؟ ما زعلت، بس عم يخطر لي إذا كان هيك تفكيرك، شو راح يكون رأيك فيي أنا؟ أنت شي تاني. لا تاني ولا تالت، عن إذنك. ستوبد. أخي شو صار؟ مشان الله اتركني بحالي. لك اخي انا مشانك. اذا صار فيك شيء مشان اجيب لك دكتور. لا 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 ما في شيء. شفتوا ما احلى الكرسي؟ وقال شكله مريحه؟ من زمان قلت لكم جيبوا لي اياه. شغل لك التلفزيون امي؟ ما في داعي. انا جاي احكي معكم كلمتين. اسمه مجتمعين انتو الكل. هالكرسي كتير منيح ومريحني، بس هذا الكرسي جابه طريف، وطريف ما جاب الكرسي مشاني انا، جاب الكرسي لانه بده سميرة. وبظن لازم تعرفوا شو لازم تعملوا، بدكم تعطوه البنت ولا لا؟ لا. لك ليش عم تخليه يدفعك الدفاع؟ ما حدا ضاربه على ايده. هذا حكي ولاد صغار. معك حق، هذا فعلا حكي ولاد صغار. اذا ما بدكم اياه ليش خليتوه يروح ويجي ويجيب هدايا؟ شو يعني؟ اذا جاب اغراض وهدايا بيكون اشترانا؟ لك كان عم نصب على زلمه؟ صالح شو هالحكي؟ مشان الله بدي احكي كلمه. تفضل يحكي. طريف ممكن يريحني ويريح امي. هالكرسي لحاله حل لنا مشكله. لما بيجي يحكوا معه إذا بيقبل أطلع أنا وأمي لعنده على البيت، أنا ما عندي مانع. شو يعني هالحكي؟ يعني أمك بحاجة لمين يعتني فيها. إذا راحت مع سميرة، سميرة بدير بال عليها. ونحن؟ أنتو شو بكم؟ نحن مين بده يدير باله علينا؟ مين بده يطبخ لنا لقمة ناكلها؟ مين بده يغسل لنا وعينا؟ الله يوفقك، انت طريف صاحبك، احكي معه واقنعه، بركي بيقبل يتجوز سميرة ويسكن عنا بالبيت. اكيد انت ما ضل براسك عقل. انا؟ مو بس انت، انتو بهالبيت كله ما حدا ضل في عقل. اخي نحن بصراحة لا بنقدر نجوز سميرة ولا بنقدر نستغني عنها. انا إذا ما بدي أتجوز مو مشانكم انتو، مشان أمي. يعني انت بدك تجاكرينها مجاكرة؟ سميها مثل ما بدك. إذا كل هالتقدم وهالحضارة وهالرقي، قشرة صغيرة ملونة من جوا ما تغير شيء. مشان هيك ما لازم ينغش بالمظاهر. صالح اللي كنت مفكرته ظريف وكريم وعم بيشخ لأنه ما بعينه شيء، طلع مفكر حاله عم يشتريني. نزار اللي معاجبته البلد كله، اللي بده يطلع لبلاد برا ليلاقي مجتمع متحضر، يطلع من جوا كأنه لساته من القرن السابع عشر.
هلا المهم يا سهى انك تستفيدي من هالدرس. نزار على ما يبدو مشكلته بسيطة وبتقدري تتخلصي منه بسهولة. المهم كيف بدنا نتخلص من صالح؟ يا ترى الرجال كلهم هيك؟ سامي هيك كمان؟ هلا شو بدك بسامي؟ صرت عم شك بكل شيء. وانا برأيي انت كمان ما تنسقي بحدا. هلا امي سامي من بالك وخلينا نفكر بمشكلتك. شو رح تعملي مع صالح؟ ما بعرف. صالح مخوفني، بده يفضحني. ترى لما بدها توصل لهالبيت هاد شو بدها تقول؟ القصيدة كلها مؤثرة. ترى رح تعرف انه هالقصيدة عن سعيد. مو مشكلة، المهم انه الشعر يعجبها. ترى وين رح تحط الدفتر لما بتنام؟ على الترابيزة جنب التخت؟ ولا تحت مخدتها؟ أكيد من لما بتفيق الصبح بدها ترجع تقرا فيه. هنيئا لك يا دفتري، أنت أمام عينيها دائما. إيه نعم، دائما. سهى شو بك؟ سمعتك. ليش ما رديتي علي؟ اتركني بدي ادرس. شو اللي بدك تعمله رحله؟ حسبنا حسابي. ما في داعي، عندي دروس. وانت كمان. منو هذا اللي كان عم يحكي معي؟ انت شو دخلك؟ شو دخلك لهون؟ هدول سؤالين. شو فوتني لهون فت لشوفك، اما شو دخلني فهذا سؤال غريب. وشو غريب فيه؟ انا ما بسمح لك تحكي مع حدا. طب شو اللي تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ انت بتعرفي شو صفتي، امشي معي. ما هي سامعك. لوين بدي امشي معك؟ شي محل تفهم فيه. يا اخي انا ما بدي اتفهم. لوين؟ لك حلوا عني. حلوا عني كلكم. ما بدي اشوف حدا. اتركوني بقى بدي ادرس. شو هلا مصيبة يا؟ طيب يا سوها، انا ناطرك بالحرم. مرحبا. اهلين نازل. لا الاخ موفق موجود معي. ايه شو عرفك؟ لأن ما شفته طلع لهلا. أنا عاوزه بكلمتين وبالمرة بنطمن على ست الوالدة. إيه أهلا وسهلا، تفضل. أمي هذا مازن. تفضل يا أبي. كيفك خالتي؟ الحمد لله. إن شاء الله أحسن. إن شاء الله أحسن. الحمد لله. خير خالي، شو بدك من موفى؟ والله في أهلين، تحياتي أساس موفى. أهلين أستاذ موفق، يعني لو سمحت دقيقة من وقتك ممكن؟ إيه تفضل. شو بده مازن يا سميرة؟ ولا ما بعرف. خديني على أوضتي، تعبت، ساعديني شوي. أخي أنا ما دخل. بس يا أخي موفق لازم يروح معنا زلمة عند كل بيت. عندك سامي وعندك صالح. إيه. ثم سامي صاحبك. ليش هلا جاي لعندي؟ على أساس أنت الكبير، ولما بدون حكى باسم البيت هاد لازم أنت تحكي بالموضوع. أنت لسه ما بتعرف رأيي بهالمسائل. أنا شايف كل شيء عم يمشي بنظام. ونحن ما بنقدر نغير مجرى النظام. لا نظام العمل ولا نظام الكون. ولا نظام التطور. لذلك انا من رايي ما راح تستفيدوا شيء.
لك أخي هذا قرار كان ممكن ما يتاخذ بالأصل، أو على الأقل كان ممكن يتغير. أخي هذا قرار أخذته الحكومة، وأنا شخصياً ما بعارض الحكومة. بس هي معارضة لقرار الإسكان وشق طرقات، ما أنا معارضة سياسية. كله مثل بعضه. الحكومة بتنظم أمور الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وسكنياً. على عيني يا أخ موفر، بس نحن فينا نشكل وفد ونروح لعندهم ونناقشهم. أخي أنا ما بقدر. الله يرضى عليك، لا تضوع وقتي وتضوع وقتك معي. أنا ما طلبت شاي. أنا وجاي سمعت شوي من حكيك، أنا رأيي إنه غلطان. أنتي ما حدا طلب رأيك. ضروري من كل بيت يروح واحد؟ طبعا هذا أفضل. إذا موفق ما بيروح أنا بروح. شو؟ لأنت بتكون ضلوا قاعدين ومسكرين عليكم البواب والناس برا عم تشتغل. يا أخي إذا أنت ما بتقدر أنا برا. برا. مثل ما قلت لك أنا بروح معك. أنت تاني طلع لبرا. أنت أفسدت البيت وأفسدت الحارة وبدك تفسد البلد كمان. برا. هي أول مرة بحياتي بنطرد من البيت وبسكت. بس بالمناسبة أنا سكت كرمال بنتي. لك صحيح ما قلتي لي انت جوا عن جد كنت عم تحكي انه بتروحي معي؟ طبعا عن جد. عن جد؟ ايه. لا معناتها هاي اول مره بنطرد وانا ماني مهزوم اكيد يعني. ماشي بكره الصبح بستناك بتم الحاره. يلا بخاطرك. بس وينك؟ رايحين معنا رجال تانيين بالوفد. ايه شو علي؟ ولا شيء. يا سميرة ماما شو هالصريخ ها؟ هذا مو فاهم يقلع مازن. يو يا بشوم ليش؟ مازن جاي بده من كل بيت واحد يروح معه بوفد مشان الحارة. مشان هيك عم يقلعه؟ بعد المعروف اللي عمله معنا؟ أنا بكرة رايحة معه. عواد أخواتي؟ إيه يا بنتي الله يرضى عليكي بلا مشاكل. إذا عرفوا أخواتك بجنوا؟ إذا لسه لهلأ ما جنوا بسيطة مو مشكلة. أنا ما قلت شي سامع على سلامته، بس أختي أكلت وشي عطالع والنازلة بتقلي معلوم ابن أختك ما بدك إياه، بدك واحد غيره يضحك عليكم وعلى بنتكم. سامي ما عم يضحك على حدا، بس الزلمة ظروفه صعبة شوي. يو ليش نحن طالبين منه شي؟ ما لنا طالبين غير يكتب الكتاب ومشان سكت أختي وغيرها. طيب هلأ شو المطلوب؟ هي عم تحس إنك من طرفها وكلمتك عندها ما بتصير تنتين، بقى يا ريت تحكي معها كلمتين خليها تتفاهم هي وسامي وريحونا. طيب يا لميا. لميا نعم بابا. تعي شوي يا بنتي. بس تشوفي سامي قولي له يكتب الكتاب ولما الله بيهون عليكم تتجوزوا. شو قلنا؟ شو لوحدي؟ لا موفقة بغرفته وامي بغرفتها. هي فرصة نقعد شوي لوحدنا قبل ما نسلم على الباقي. اهلا وسهلا تفضل. هات يعني. لا ما عليك شكرا. كيف موفق؟ منيح. لساته مريض؟ لا الحمد لله رجع طبيعي. إله بالعادة يصير معه هيك؟ يعني كان أول يدوخ ويغمى عليه؟ لا أبداً ما بعرف شو صاير له. غريبة. والماما كيفها؟ الله يعينها. بس لهون يا حليم سليم يا حليم سليم حليم سليم حليم سليم. مريت لرجع لك الدفتر. بيسرع خلصتي؟ قلت الدفتر غالي عليك وما عندك نسخة غيره فقريته بسرعة لرجالك يا وتطمن. لبين ما تخلصوا حديث عن الشعر رح أعملكم قهوة. لا 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 ما في داعي. قصدي خليك يا أختي قاعدة معنا هون. هي دقيقتين بعملها وبجي. طيب. إذا ما عندك شي عود. إيه نعود.
علقتنا عليك هذيك المرة، شو قصة هالدوخة؟ قصائد حلوة. شكرا. بس في شغلة غريبة شفتها بقصائدك، أول مرة بحياتي بقرا شعر لشاعر وبشوف إنه كله إما قصائد ذاتية وشكوى من الحياة أو قصائد مناسبات. معقول ما في ولا قصيدة غزل وحدة؟ حتى القصائد اللي بتكون عم تحكي فيها مع بنت أو عن بنت فبتكون حجة لأنه تحكي فيها عن ألمك وإحساسك بالوحدة. أنا أبدا، أنا ما عندي أي إحساس بالوحدة يا أنيسة بسمة. قصدي هذا اللي موجود بالقصائد. إيه يعني هذا هيك حكي مجرد موضوع للشعر. أنا مو هذا سؤالي، سؤالي ليش ما عندك ولا قصيدة حب؟ أنا عمري ما حبيت يعني سبسة. معقول؟ وبعد هالعمر؟ هو الواقع يعني أنا يعني ما شفت البنت اللي بتستاهل. ولو يا أستاذ الموفق، الواحد أحياناً بيحب أو بيتغزل لمجرد عنده فايت من هالعاطفة، مو ضروري إذا كانت البنت تستحق ولا ما تستحق. شو هي مسابقة لوظيفة؟ تفضل يستوي إيديك. إيديك المهم يا سيدي، بالإضافة للدفتر أنا جاي أقول لك عزيمة. الموظفين عاملين سهرة عند المدير العام يوم الخميس الجاي وأنا لازم بلغك. أنا ما بحب هالسهرات أنا سبسمة. عيب، ثم ليش يعني لحتى نلبك المدير العام؟ هو اللي عزم الكل واتصل بسعيد وقال له نعزمه الأستاذ الموفق وشوفه بركي بيعمل له شي قصيدة. قصيدة؟ عن شو؟ إيه سأله سعيد، طلع سمعان إنك كاتب قصيدة عن ابنه، هو حابب يسمع بس انا ما شفتها بالدفتر. بس ما بتسوى هيك مناسبه. على كل حال الظاهر انه الاستاذ حامد رح يصير وزير. ممكن نشوف الورده؟ ايه تفضل. سامي ايه لك؟ عندي خبر بجنن. اليوم رحت عندكم على البيت وحكيت مع موفق مشان يشارك بالوفد اللي بده يراجع الاسكان. ما انت بتعرف انه موفق ما بيشارك هيك شغله. لك اخي بعرف، مو هذا الموضوع. المفاجاه انه سميره قررت تشارك. تشارك بشو؟ بالوفد. انت عم تحكي من العقل؟ انا بشارك. لك اخي انت شارك ما في مانع، بس بالنسبه لنا هو المهم التطور اللي حصل لسميره. مازن انت هيك عم تسبب لنا احراجات الى اول ما لها اخر. اسمع مني وخليني انا شارك. انا فكرت بالموضوع، اذا بدك تشارك انت قلت لك ما في مانع، بس المهم يا سامي مبادره سميره ما لازم تروح ببلاش. ما لازم. لذلك انا شايف انه نخلي سميره تتجول على بيوت الحاره وتسجل كل بيت ببيته، تشوف اهل البيت شو محتاجين، شو ما طلبوهم لحتى نقدر نساعدهم وتتحسن احوالهم، بعدين شوف عندهم اشياء لها طابع اثري او نقوش مهرهره ممكن انه نصلحها او نبدلها. وبما انه سميره بنت فيها تدخل على اي بيت من بيوت الحاره بدون احراج. شو رايك؟ وهيك احسن بكثير. مع كل هذا رح تسبب لنا مشكله لما بتناقش الموضوع عندكم البيت. انت بالذات وقف معها. بعدين سميره بتفيدنا كثير. يعني تصور بالحاره هون في بيوت عليها نقوش وكتابات اثريه ما حدا دريان فيها، وطالما سميره بتقدر تفوت على اي بيت فهذا بيساعدنا وبيساعدها هي بالذات. سامي خليها تطلع من جو بيتكم وتحس انه عم تشتغل شيء للمصلحه العامه. سامي خليك ابطلشي مرة بس. لا انتو زودتوها كتير. انا مثلك هلا اسمع بالموضوع. هلا انتو ليش متوترين؟ يعني هي اذا قالت هيك بدها خلاص؟ شو شغلي على كيفها؟ على كيفها ولا على كيفكم؟ انا مجرد طرح الموضوع ما بسمح فيه. ممكن اعرف شو صفتك لحتى تسمح او ما تسمح؟ بعتقد رح يجي يومي كلي في صفة
وهاليوم مو مطول كثير. طول بالك استاذ فريد، طول بالك. أكيد هي أفكارك أنت، ويكون بيعلمك أنك هيك عم بتضر أختك، وما رح تخليها تعرف تعيش بكرة ببيت زوجها، لأنه هالعلاج كله لازم تتركه وراها وببيت أهلها كمان. إذا صريف، إذا صريف. صالح صالح، في شغلة لازم تفهمها. حتى لو طريف تزوج سميرة ما بيطلع لي يحكي معنا بهالطريقة ببيتنا. شو قصده انه رح تترك هالعلاقة ببيت اهلها؟ خلصنا بقى، اسكتي وخلينا نعرف نتفاهم. اسمعوني شوي، انا رأيي اجت الشغلة صدفة على رجليها، وان شاء الله طريف بضل زعلان على طول وهيك بنخلص منه. وانتي شيلي هالافكار من راسك احسن لك. ها انا رح روح مع لجنة الحارة. سامع الحكي؟ وانا رايح معها كمان. يعني الحفلة بعد بكرة. أيوة يا موفق، عن إيش لازم تكون قصيدتي؟ هو طالب قصيدتي عن ابنه، مع أني ما كتبتها، بس مو معقول يتجاهل أنه رح يصير وزير. لا 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 أبدا، مو معقول. لا لا لا، الأحسن تجاهل قصة الوزير نهائيا. ابنه حتى لو قريت قصيدة تهنئة بالوزارة رح يطلب قصيدة ابنه كمان. فإذا منختصرها ومنكتفي بقصيدة ابنه. سيشب مثل النخل بعدك شامخا، ومدللا أن الإباء يورث. العظمة أنك تنقي هيك قافية صعبة، يعني مو بس المدير رح ينبسط، أكيد رح يكون في مدراء دوائر تانية حاضرين الحفلة، ورح يفتخر عليهم كلهم إنه كان عنده هيك موظف. يا سلام، ومين بيعرف بجوز بالمستقبل ينقلني لعنده على الوزارة، مو ممكن يقدر يستغني عن هيك عبقرية أبدا أبدا. شبنا موفق، بدنا نحكي شعر ولا نزل؟ لا شعر، تعال شعر شعر، نحكي شعر. قالوا المروءة، قلت فلتتريث. ها؟ أيوة هيك.
يعين عليك. إن ابن حامد في غد لمحدث. يا عيني عليك، عطر الورود يفوح منها طيبا. وكذا الخبيث يفوح منه الأخبث. يا عيني عليك، يا عيني عليك. فشل المتنبي ظبط القافية. المتنبي؟ نعم، المتنبي. ايه، أبو النواس. ايه أبو النواس، هذا خسر معلمنا الغدا. يلا، خلينا نجي بطريقنا نجي بيت الشعر. لك امي كله لا تستنوني، انا كاسة حليب بتكفيني. ما بصير امي، لازم تاكلي. يا ابني لا تنسى اليوم تمرق لعند صاحب البيت وتعطيه اجرة. ها مالي نسيان. صباح الخير. صباح النور، تفضل. صباح الخير. صباح الخير. أنا بعرف إنه حماتي بتحبني. أهلين طريف، تفضل. شربنا بلقمة. شكرا سبقتكم. بس بقدر آخذ فنجان شاي. إيه سيدي، يمكن إمبارح كنا معصبين شوي، وأنا ما حبيت اليوم روح على الشغل قبل ما نحكي بالموضوع. تفضلي يا أنسة سمير عادي. ومنيح اللي الأخ سامي موجود منشان يسمع. بالاول فيكم تسالوا صالح عن مدى معرفتي بهيك امور. انا بقول من جهتي طريف بيعرف كل صغيره وكبيره وشايف المخططات تبع الحاره كمان. وانا من خلال حرصي عليكم ومحبتي لكم بحب لكم لا تتعبوا حالكم. المشروع ماشي وما في قوه توقف بوشه. بقى ليش التعب والبهدله؟ بعدين يا سميره، اذا الله كتب نصيب رح تصير هالحاره وغيرها بخدمتك. يا سيد طريف، طالما سميرة موجودة بالبيت، سميرة أختنا ونحن مسؤولين عنها. إيه، شو بفهم من هالكلام؟ نحن اللي بنقرر وين بتروح وين بتجي. بظن أنا كمان بقدر شارككم بالرأي. لما بتصير عندك بتقرر لحالك، أما هلأ لا. طيب، على الأقل رايد أعرف شو ناويين تعملوا. رح تسمحوا لها تطلع ولا لا؟ هذا الموضوع ما بيهمك. يا أخي كيف بيهمه؟ لا بيهمك ولا بيهمه، أنا أخوة الكبير وأنا اللي بقرر. خلاص انتهى الكلام. بعتقد منشان ما تطول هالمهازل هي لازم نحسب كل شيء. أنا المسا جاي أحكي بالموضوع كله. يعني أنا ما عم بفهم عليك، بدك أختك تطلع الحارة وتروح مع اللجنة؟ لا. فإذا شو معنى هذا الكلام؟ بدي طريف يزعل. ليش بقى؟ لانه هجوازي ما راح تتم، بس طلعه ما في. ها لا انا ما عم بفهم شيء بهالبيت بنوب. سميره قومي جهزي حالك. سميرة ما راح تروح مع الوفد، أنا اللي راح أروح. بس هي حتدور تعمل كشف على بيوت. اتفهمت أنا ومازن امبارح حول الموضوع. كمان أنت ومازن صرتوا تقرروا عني؟ عم نحدد لك مهماتي. وينك يا ابن الحلال؟ هيك بتغطوا مع البتبين؟ بتعرف الشغل بالأيام. يا سيدي الله يعطيك العافية. ما
بس مو انت قلت لي بدك تجي لعند ابني مشان تشتري البيت؟ صدقني اني تمنيت اني بياكلني اياكم. يا سيدي شفت حالي مو خارج شري مصريات ايدال. انا هلا جاي ادفع لك اشتري البيت. ايه اجري شو؟ مو انا بعت البيت. بعته؟ طبعا. وهلا بتدفع الاجره من المالك الجديد وان شاء الله بترتاحوا معه. من هو؟ طريف البستاني. صار طريف؟ اي نعم، وهو اللي اقنعني اني ما عاد استناك. ايه، وقال لي ما في فرق بيناتكم، يعني بصير الصهر والمالك سوا. حتى قال لي كمان انه مستعد يكتب البيت باسم العروس. هيك لك بكير استاذ صالح، القهوة ما خلصت. لا معلش مستعجل شوي. كان لحظة لاخذ الطريق. طيب سميرة، انت شفتين انا والاستاذ احمد عم نعمل قطع خشبية منشان نرمم فيها بعض الشغلات اللي هرة واللي ممكن تصليحها بالحارة. انت هلا بدك تدوري على البيت وتسجلي كل بيت ببيته، وبدك تشوفي البيت اللي ساكنينه اصحابه من البيت اللي مستاجرينه الناس ثانيه. شوفي شو بيلزمهم، شو ناقص عندهم، شو هارب. طبعا مو الحيطان والابواب، لا، الاشياء اللي فيها تزيينات خاصه. ماشي؟ من وين بلش؟ وين ما بدك، معك من هلا للمساء. لا شو للمساء، والغدا. اوهو، هلا انت ما تفكر غير بطنك. طيب ستي، اعملي اللي بدك اياه، معك ورقه وقلم؟ ابدي من هلا. يلا تمشي. ماشي، يلا، مع السلامه. صباح الخير. أهلين. شو صار؟ طلعت سميرة بعدين من البيت ولا ما طلعت؟ ما بعرف. طلعت بعد ما رحت أنت. رحت مشان أدفع أجرة البيت. ولمين بدك تدفع؟ بيظهر لازم أدفع لك. معقول تدفعوا لي؟ أنا بدي منكم أجرة. لك انا ما كنت بدي اشتري البيت وانت نهيتني عنه؟ ايه، بعدين راجعت المخططات شفت انه مو رايح بالمخطط. طيب ليش ما قلت لي؟ وليش بدي اقول لك؟ هيك كنا متفقين؟ شفت انك مو خرج. كمان ليش ما قلت لي اني انا مالي خرج؟ شوف يا صالح، انت عم تخلط شيء بشيء. انا كان ممكن اقول لك لو اني شفت راس مالك. يا اخي سالتني عنه وانكرت عليك شيء. المكتوب بينقرا من عنوانه. معقول واحد يكون معه مصاري بده يشتغل بالبيوت والتجارة ويكون عم يدقق مشان جاكيت أو طقم؟ طيب شو دخل هي بهي؟ شو ما دخل؟ صدقني أنا فكرت فيك منيح ودرست وضعك وتبين لي إنه بدك تستفد لك بقرشين، بس ما لك خرج تجارة، وهالقرشين أنا مستعد أعمل لك إياهم. خذ إيجار البيت وقول لهم لأهلك إنك دفعت لي إياه، روح اشتغل بالبالة يمكن يمشي حالك، أما تجارة وبيوت بكير عليك. بحلف لك بشو ما بدك انه معي مصاري، بس لو سألتني. بسيطة بسيطة، على كل من بكره المشاريع كثيرة. وإذا مشي الحال بكره بتشتغل معي بشي عمارة من العمارات اللي بدي أعمرها. على كل من أنا المسا جاي لعندكم على البيت، وبعد منا بنطلع بنسهر وبنحكي. يلا بإذنك أنا عندي شغل. شو بدك وانا بخدمتك؟ عفوا سيدي، شغلي بسيطة، أنت لا تتعبي حالك. يا أستاذ، أنت بتعرف إنه ممنوع تفتيش قضابير الموظفين؟ إيه طبعاً بعرف، بس أنت خايفة على الأستاذ موفق؟ أنا سيدتي معي موافقة من السيد المدير العام على أخذ عناوين الموظفين اللي عندي بالشغل.
هاي شو هون؟ هاي القاعة مسكرة والمفتاح مع أبو أحمد، إذا بتجي المسا بيكون هون. أنتو ملاكة ولا مستأجرين؟ كنا ملاكة بس أبو أحمد باع البيت من كم يوم. باعه؟ لواحد اسمه طريف البستاني. على أصحاب السيارات الموجودة أمام كل ثلاثة رفع السيارات إلى الشارع الآن فوراً ولا تتصرف على الرفع. يا أختي نحن ما بدنا نصلح، نحن بآخر شهر طالعين، سألوا طريف البستاني هو اشترى مننا. طب خلينا نتفرج شوي. ايه تفضلي. ليش لهلا؟ شو بكي؟ تصوري 15 بيت من اللي شفتهم بالحارة مشتريهم طريف. طريف ما غيره؟ ايه ستي ما غيره. ليش بقى؟ تخيلي في بيوت كتير مهرهرة ما رح تتحمل لآخر الشتاء. روحي غيري أوعيكي عشان تلحقي للغدا. هلا بيجوا أخواتك وبيعملوا لك مشكلة. ايه عملوا شو ما عملوا؟ الدنيا خربانة برا ونحن مالنا دريانين، سائلين بس منين اجيت ولوين رحت؟ مرحبا استاذ وفاء. اهلين. اهلين انيسه بسمة. شو عم تعمل بحارتنا؟ والله حارتكم هي؟ ليش انت ساكنه هون؟ ساكنه هون، هونيك بيتنا. تفضل. لا 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 شكرا، أنا الحقيقة عم أدور على عنوان واحد صاحبي. حتلاذلك. لا 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 معلش أنا بستدل عليه لحالي. براحتك خاطرك. مع السلامة. قصدي أنيس بسمة، ليش ما جيتي اليوم على الشغل؟ ها ليش ما جيتي؟ الحقيقة أخذت إجازة وكنت بدي أسافر على حلب. وليش تسافري؟ كنا مقررين أنا وأخي نسافر، بعدين غيرنا رأينا. يلا بخاطرك. مع السلامة. صالح.
لكان شو مفكرة؟ يعني بدك تطيري؟ بس ايدك وطي صوتك ليكي، لا السما بترفعك ولا الارض بتبلعك. يا اخي شو بدك تفضحني؟ على الاقل عندك واحدة من تنتين، يا الفضيحة يا الخطبة. وانا اليوم بالليل جاي اشوف ابوكي، يا اما بسمع مني كل شيء يا اما بطلبك منه بتوافقي. مين هاد يا سوها؟ ما في حدا امي، واحد غلطان بالبيت. شو الله معك من هون للمسا، فهمتي؟ كان حاسب لك يا موفق انك تحبي اخرتها الامر؟ يعني بصراحة انت ما عادت خرجة هالولدنات ولا عادت قتلي فيك، بس منيح طمنت عليه. بكره قدامك الحفلة عند المدير، لازم تعرف كيف تجس النبض وتطرح عليها الموضوع. على كل القصة مبينة واضحة، بس لازم تصارحها بموضوع الخطبة حتى ما تتفاجأ. أحسن ما يصير معك ما صار مع فاطمة. شو يا مو أنتو كمان رايحين؟ سميرة في كم بيت بتمر عليهم؟ رجال كانوا بشغلهم، في كم غرفة بالبيوت اللي شفتها كانوا مقفولين. لا هي مو حالي، صالح ما بعرف شو صاير له، موفق من الصبح مو مبين، وانتو كمان هلا رايحين. يا مو بوصل سميرة على أول بيت أنا وبعدين بروح بدور على موفق. يلا سميرة، يلا خاطرك يا مو. عشان افوتي عليه بعدين كم لعبتي الثانية؟ طب بس خلص كيف يا رجال؟ انت حاولي تاخذي حالك البيت الصبح هي الساعة 8، انا بمر برضه. لك يا اخي ما بدها الحرة امان. لا لا بكل الاحوال بمر برضه الساعة 8. هاي الوراق اللي جابتها لسميرة. طيب ماشي خيو، انا رايح على قهوة قرار، خلص شغلت على عندي. ماشي الحال، انا بدي اروح شوف موفق لهلا ما اجى وشغلت عليه. طيب تعرف مالي مطمن على سميرة؟ هو على انا قلت لك الحلقة المرة بعدين انا موجود. يلا روح. ماشي يلا مالك. خير ان شاء الله، تفضل. سهى شو رايحه؟ جاي ابنها يفوت على بيتنا. شو هالحكي يا بنتي؟ اسمح لي لحظه بابا، مو كنت مستني قبل حتى تخوفيه انك تقله؟ انا رح احكي كل شيء وهون قدامه. بابا صالح كان يلاقي لي على طريق الجامعه على موقف الباص. صالح شرى لي هدايا، قلم بنطلون وسلسال وجزمة. صالح اشترى لي جاكيت وساعة، بس انا ما رح اخلي صالح يشتريني. ضل عندك شي تهددني فيه؟ هاي ابي سمع كل شي، روح بقى شوف لك شي وحدة من عمرك ولا وحدة من اللي بتقدر تشتريهم. بابا انا غلطت، خبيت عليه، هلا عملت فيه اللي بدك اياه، بس بدي اخلص منه ومن تهديداته ومن لحقته وراي من البيت للجامعه للحاره.
بكرة. هيا يلا انت خرجت الجامعه، انت خرجت قريبه، انت تشذير، وانت خرجت، حطي مناسك، اذا طلعت بنتك من البيت او درست الجامعه راح تطلعي بنتي. ونحن لا نرضى لابناء شعبنا الطيب ان يظلوا في هذه البيوت القديمه التي صارت خطر. استاذ مازن، وهذا هو الاستاذ اللي كنا عنده اليوم؟ احتمال احتراقها او احتمال تهدمها. يجب ان نؤمن لهم سكنا لائقا ونؤمن لمدينتنا منظرا مقبولا. لا يجوز ان ياتي السائح او ويرى اننا ما نزال نعيش في هذه البيوت القديمه التي لا توحي الا بالتخلف والمرض والجهل. لك يا جماعة، لك اليوم حكى معنا غير الحكي. وينك لهلا لك ابني؟ حكيني موفق، شبك؟ موفق افتح، يمكن هذا طريف. يا ابني افتح الباب، انا ما بقدر افتح الباب. مساء الخير. اهلين يا ابني. شو وحدكم؟ هلا بيجوا، تفضل. شو سميرة مو هون؟ مع اخو وسام شوي. يا ست موفى، انا جاي هالمره مشان نحدد موعد لكتب الكتاب. يعني انا مالي شايف اي مبرر للتاخير. يا ابني مالك شايف حالتنا؟ شايف حالتكم؟ يعني بتعطلوا جواز البنت؟ اسمع يا سيد طريف، اذا كنت مستعجل على جواز روح لاقي لك غير بنت، لأننا نحن بهاليومين ما بنقدر نجوز أختنا. وهذا كمان رأي سميرة؟ سميرة ما لها رأي طالما أنا وأمها موجودين. أنا أصلاً اللي شجعني أني أخطب الآنسة سميرة هو هالترباية اللي مربينا إياها. أنا بدي وحدة أهلها مندلعينها وسامحين لها تروح وتجي وتتنطوط، لأنه هيك بنات بهالأيام صاروا قلال. وإذا المسألة مسألة شغل البيت، أنا مستعد أتبرع بأجر خدام. على كل حال، أنا يعني بفضل ما نبت الموضوع بعصبية وننتظر ليجوا أخواتها كلهم، منناقش الموضوع سوا، وأنا أعتبروني واحد منكم.